الشهيد إيهاب حناني، يعني من الواضح بأنه الكلمات لا يمكن السؤال طبعا عن شعوره ولا عن إحساس كوالد الشهيد، ولكن الكلمات الأخيرة التي حكاها والتي قالها لك إيهاب قبل خروجه من المنزل، ولماذا أصر يعني وهو مصاب بأن يخرج للمواجهات؟ يستشهد ابني، يستشهد، حاب يستشهد، استشهد الحمد لله، رافع راسي فيه فوق ابني، شهيد، شهيد بيت فوريك، شهيد الوطن إن شاء الله، كل هالشباب شهد إن شاء الله لوطننا، أنا فرحانة فيه وبفتخر فيه ابني، ابني أصر أكثر من مرة إنه ينزل على المخصوم عشان يستشهد، واستشهد، ما رد حدا بس بده يستشهد، واستشهد الحمد لله، رفع راسي إيهاب الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، رفع راسي فوق، استشهد ونالها الحمد لله. كيف كوالد شهيد بتشوفي انه توجه الشبان الفلسطينيين بهاي الفتره بالتحديد لشيء اسمه انتفاضه القدس، او يطلعوا كلهم لانتفاضه شعبيه جديده؟ بدهم يطلعوا، اه طبعا لازم يطلعوا، لان هم بدهم يحرروا ان شاء الله الاقصى، هم اللي راح يحرروها، هم بقوتهم ان شاء الله، ربنا معنا، احنا ربنا معنا، بكف ربنا معنا. كيف كان يشوف، طبعا واكيد انت كنت معاه في داخل المنزل، كيف كان يشوف ما يجري في الاقصى من انتهاك بحق المرابطات وضربهم وتعذيبهم والتنكيل في المرابطين والاعتداء عليهم؟ ما كان يرضى طبعا، ولا حدا بيرضى بهذا الشيء، هذا ذل، احنا عايشين في ذل، عايشين في قاهر، في بلدنا هون، في قدس، في كل الاماكن، ما بنرضى نسكت لهذا الذل احنا، فالشباب بتنزل قاعده بتقدم ارواحها عشان الوطن، ابني قدم روحه عشان وطنه، صح انا زعلت عليه، زعلان كثير عليه، سنزفه هسه، راح ازفه عريس شهيد، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه. في هذه الفترة هناك استهداف من قبل قوات الاحتلال للأعمار الصغيرة اليافعة الشابة 18 و19 و17 سنة، طبعا علمنا أنه كان إيهاب من أول الشباب اللي كانوا مبارح في المواجهات وكان آخرهم في الذهاب، ولكن الجنود قنصوه في طريقه للعودة للبيت. يعني برأيك يعني لماذا يستهدف الاحتلال هذا العمر؟ يعني بشوف الشباب الملثمين الصغار وبيستهدفهم. أصلا اليهود ما برحموا لا صغير ولا كبير ولا مسن، الكل مقتلوا، في الكل قاعدين ما برحموا حدا، احنا لسه في رحمة للأطفال عندنا، ما عندهم رحمة في حدا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس. رحم الله الشهيد، وإن شاء الله يا رب ربنا بيصبرك وبيقويكي وبتكوني يعني الله يعطيكم العافية. يعني إذا هذه هي الصورة، وعلى ما يبدو بأن يعني الكلام يعني لا تحتاج الصورة، نعم، إلى كلمات في هذا المكان. يعني والدة الشهيد قالت أكثر من مرة، وكما أقاربه أيضا وشهود العيان في هذا المكان، بأنه أصر على الشهادة. يعني الأسبوع الماضي أصيب في رصاصة في قدمه وذهب إلى المشفى وتقدم له العلاج، ولكنه خرج من المشفى قبل انتهاء المدة المحددة وقام بالخروج إلى المواجهات منذ ما بعد ظهر أمس، وتوجه إلى الحاجز العسكري في بلدة بيت فوريك، وقام كما كل الشبان الفلسطينيين بواجبه الوطني اتجاه ما يجري للأقصى والقدس والمسجد الأقصى. يعني حسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وآخر